شريت نزه نزات هذا الشيء اليوم اميرو اميرو واحد الفرق ديال داتي لا داتي شنو فين جالس انا كان دايز على ليستر ديالك نتا عاطي وجهك لي ودير لك الحاضي وكوجي من وراك والله الا دايز زين نخرت بارك الله ما شاء الله عرفتي واحد الراس شحال واحد شحال واحد شي 12 تبارك الله زيد شنو شتي ثاني؟ وشت شي بورات ولكن قوي في ذات هذو الخراب اللي شاطو بقاو على الساسه تما المقلعات كيتمقلعوا هذو مزرعه السعيده مزرعه والرئيس قدي انت حتى هو الرئيس شميتي الحكومه تهز الفوق تهز الفوق تهز الفوق تهز الفوق شوف الكاميرا طايح لي راه نزار نجري اه هز الرئيس حاتي هز الرئيس حاتي تهز الرئيس حاتي انا تقيل عليا نزار مصيده الطونه اخويا مصيده الطونه شحال كثير كثير تهز حاتي السي حاتي تبارك الله هز فوق 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 تهز الطونه الفوق تقيل السي ها هي هوي 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 تبارك الله الناس مقدمة الصحة ما حنا ما لبسنا مو السلعة هو مو السلعة هو كيتخبى وشو الصحة والراحة بصحتك اخي هذه ليستون الفرق ما بين ليستون الخطوط وكيكونوا الخطوط وكيكونوا السنان وذا كيكون عنده سنينات الفرمة هذيك الفرمة هذيك هذه ما كيكونوش عندها السنان البوليت كيكون عنده السنان والبوليت كيكون مخطط هذا هو الفرق بيناتهم وكل شيء زين بالصحة والراحة ديال الريح الله يزيد عندك سنين شد الكاميرا على الصباح ودير معليش فكم لا لا ما يخصش فيك واش تما شدك لا مقله منك لا والو تي كيفاش غادي طاجي هو يقول لك شبع هي وطلع المقله راه غيجيبوا البراد ما عادش شدك انا ما خصش ما هذا الحوار دارك راس ثاني لا راني دار كنضرب من البرد صاحبي انا راه ما وعيت انا في اخر النهار صافي قلت لهم الله خلاص زين زين تم زود غادي تريح السلام عليكم اصدقائي الفيديو تاخر عليكم نهار اختاريت اسهل فيديو في المونتاج لكن حتى هو خد ليا من الوقت يومين هنا كما كتشوفوا يعني الصوره كانت مزيانه هنا من بعد عده غطسات كانت الغطساق اللي غادي نصيد فيها سمكه الباديخو سمكه الباديخو اللي من العائله الملكيه ديال الميروغ ولكن سهله في الصيد يعني كما كان الوزن ديالها يعني كتضربها كما كتشوفوا يعني الطريقه باش كتكون سهله باش كتطلعها عكس الميرو واخا يكون يعني ميرو صغير يعني اقل من 5 كيلو 4 كيلو كيدير واحد المجهود واحد ليفور كبير باش كيدخل الجحر وكيعمل واحد كيدخل الغطاس في الريسك كما كنقولوا يعني كيولي يدير واحد المجهود باش يبقى يطلع ويهبط باش يجبد ديك السمكه لان دائما الجحر ديالو كيكون صغير بزاف عكس الباديخو هذا يعني اول جحر كيلقاه قدامه كيدخل ليه ولو يكون غير صغير هادشي علاش يعني كنحاول يعني في مكان كنضربها يعني للراس للجسم ديالها في اي منطقه ما كاينش مشكل عكس الميرو الميرو ضروري من ضرب الراس لكن ما كتشوفوا هذا سمك البونيت سمك البونيت اللي كان بكثره كيف ما الشوق يعني الريس دائما الطاجين ديالو كان من سمك النوع من هاد الاسماك وهذا غنعاود نهضر عليه يعني في فيديو قادم ان شاء الله النوع الفرق ما بين سمك البونيت الساردة الباكورة المهم كاين عدة انواع واحسن سمكة فيهم والفرق بيناتهم لانهم في الشكل كيكونوا بحال بحال ولكن كاين نقاط باش كيتميزوا يعني كل سمكة واحسن سمكة فيهم كتكون هي سمكة البونيت لكن ما كتشوفوا راه عدد كبير منهم لدرجة كتكون يعني واحد الفرصة للاصدقاء اللي كيصيدوا بالشباك بالفليك وكيقدروا يصيدوا اسماك كثير يعني كتقدر يوصل لعدد حتى 1000 ولا 2000 سمكه في مره واحده هذه في عز يعني فترات الصيد وفي بعض الاحيان ما كيصيدوا حتى شي سمكه في بعض الاحيان كيكون عدد قليل وهذا موسم يعني كيكون فيها فتره واحده من السنه ولا جوج فترات يعني كيكونش بزاف قليل فين كيبان يعني كيبان مع المزرق هذا الماء ملي كيكون المزرق بزاف كيكون المصافي بزاف كيكون معاه بالاخص في الصيف لكن ما شفتو سمكه الباديخو السمكه كانت عزيزه عليا بزاف يعني في الصيد ديالها لانها سهله من ناحيه المصايد ديالها كيكونوا معروفين يعني الا كان عندك الصندور والزودياك والمناطق يعني كتولي تعرف يعني كتغير الصخور العاليه كتكون هي فرق الصخور وحتى طريقه الصيد ديالها تكون سهله مقارنه مع الميرو كما كتشوفوا الصديق يعني غادي تشوف كيفاش يعني هذه الطريقه الصحيحه باش كتشدها لان حاولوا يعني انواع الميرو والباديخو وخيطانو تحاولوا ما ديروش يديكم في النغانه كما كنقولوا يعني كتفتح ليها تحت الفم ديالها كما كتشوفوا الطريقه من شاده الصديق باش ما يبقاش ليكم مشكل في او شدوها من العينين ديالها
هما جوج طرق. و ملي هضرت على الباديخو يعني كاين الميرو وكاين الباديخو وكاين الخيطانو. الخيطانو اللي كنقولو حنا الشيطان، يعني نوع من كيشبه الباديخو ولكن رقيق عليه هو، واللون ديالو مغير ليه، اللون ديالو اخضر يعني مغلوق يعني ماشي للسواد. هذا كنقول حنا الشيطان، يعني هذاك راه الشيطان يعني باش يجي عندك. هذا سهل يعني كيجي عندك بطريقه سهله، كيحاول يهرب المره الاولى كيعاود يجي، يقدر يهرب المره الثانيه الا ما درتي شي حركات يعني ماشي هي ديك، كيعاود يرجع. وفي غالب الاحيان الا مشى كاع كيمشي لاقرب جحر كيجلس فيه، يعني كيكون سير في الصيد ديالو. عكس سمكه الشيطان كما كنقولوا، يعني انا نعاود نرجع للموضوع ديال سمكه الشيطان يعني الخيطانو. هنا كما كتشوفوا هذه السمكه كبيره دخلت الجحر، انا كنحسب ليا في الاول يعني سمكه باديخو ولا شي سمكه بحال هكا، لكن من بعد كما كتشوفوا هنا خرجت السمكه الاولى. وتا النصيب ملي ما كيكونش يعني السمكه ما تكونش من النصيب، كما كتشوفوا لي كانت السمكه الدرعي كبيره، يعني الوقت اللي انا كنت كنتوقع انه يكون شي باديخو ولا شي سمكه يعني اخرى، خرجت سمكه الدرعي بهذه الطريقه. وما خلاش ليا الوقت فين 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 ندور الفيزي نضربها، يعني كنت متوقع انها تبقى غادي نيشان، ولكن هي دارت على اليمين يعني ما عطاتنيش الفرصه. ماشي مشكل، ما كانش من النصيب. المهم كانت الصفاوه مزيانه، كان الجو زوين، كنت انا مرتاح مزيان في الصيد. هنا كما كتشوفوا هذا هو المكان اللي صيدنا فيه الساري والاسماك الساري والكبيره، ما شاء الله العمق هنا 26 متر. كما كتشوفوا يعني الحياه، يعني كاين الحوت يعني كتير، يعني الفراش، كاين المناظر زوينه، نوع الصخور كما كتشوفوا يعني فيها بحال الاكواريوم سبحان الله العظيم. كنت كنتسنى شي سمكه سيريول او اسماك الباديخو او حتى الميرو تا هو كيكون هنا في هذه المناطق، لكن هنا كنت مستافد سمكه السيريول او شي سمكه بولبرادا كنت باغاها للريس، اللي غنلقى صعوبه كبيره باش نخلق عليه السمكه اللي تكون من النصيب ديالو. هنا كما كتشوفوا يعني نوع المصيد، يعني نوع الصخور يعني مزيانه بزاف. من بعد ما يسرش الله هنا غيرت المصيد، مشيت لواحد المصيد اخر هذا معروف يعني بالاسماك الكوربين كتكون فيه حتى هو بكثره. هنا كنت مستهدف سمكه الكوربين، انا مع الهبطه كتبان ليا سمكه الدوراد اليمين، سمكه كبيره ما يسرش الله فيها، يعني ما شفتني هربات. من بعد حاولت نهبط ونترصد، يعني ندير تقنيه الترصد يعني صيده عن طريق لاكاشو. هنا كيفما كتشوفوا يعني هبط للصخور، هنا العمق كانت 20 متر تقريبا، تسنيت واحد المده، لكن سوء الحظ ما غاديش ترجع سمكه الدوراد، لان هي من طبعها بحال هكا يعني ما كتعطيكش فرص، هي سهله في الصيد في الجحور، اما الصيد بتقنيه لاكاشو كتكون صعيبه شويه، يعني ما كتيقش كما كنقولوا. الا شافتك صافي ما كتعطيكش فرصه ثانيه، يعني فرصه واحده الا ما صيدتهاش فيها ما كتعاودش تيسر. هنا غنعاود تاني نرجع لنفس المكان بنفس التقنيه، تقنيه الترصد، لكن الاسماك كانت منعدمه في هذا المصيد، ومنعدمه بالنسبه لي انا، اما الصديق ديالي في هذه اللحظه هذه اللي كدير فيها لاكاشو اتجاه كما كتشوفوا كنت يعني كما كنقولوا على اليمين، لكن في الظهر ديالي كانت اسماك دانتي كثيره اللي كانت كدور عليا، وانا ما رديتش البال. الصديق ديالي جا من يعني دار لاكاشو من ورايا، شاف اسماك الدانتي يعني اكثر من 10 الاسماك، وهادشي تشوفوه في اخر الفيديو، يعني باش نوريكم لكم كيفاش المنظر كيفاش هو، يعني كيفاش انا كنت جالس، كيفاش هما كانوا، شحال العدد ديالهم، يعني كان على ما اظن يمكن 12. المهم دابا تسمعوا بالطريقه ديالو هو. وواحد النقطه مهمه يعني في هذا الفيديو هو الضحك، يعني الاجواء اللي كتدوز فيها غتشوفوها بالاخص في اخر الفيديو. الدورات في العطل اللي قبل من هذه صافي عجبوا البلاد صغيرين، وهذا الحوت اللي فيه شتا كوربين ولا والو، الله يجعل البركه. مالو شي واحد مالو؟ اه نعم؟ الفلوكه من الفلوكه اه يا رب من الله صافي الحين انا نطلع نطلع انا الفلوكه. شيرت عيس قلت وارو البلاد عقلات واش شيرت عيس قلت في الاول كره عطيني الدقه مزيان باقي غادي ما بين البول دابا كر قريب ليا بغيت غير قال لي تكون شي كوربين تحت ولا شي حاجه ضرب دورت عليا مزيان ما بان لي والو غادي وصلت القاع قال لي هو غادي تنشير عليه شنو نزل
كيف كنا سمعتو يعني هاديك السمكة تقول بلا تبقاش كنهضر عليها بزاف، وغنهضر نهضر معاها حتى على الريس، لأنك لقيت صعوبة باش نلقى شي سمكة للريس، وأنا من طبعي ضروري الريس كيكون معايا، سوا كنت كنأدي ليه الواجب ديالو يعني ماديا، سوا مكنتش كنأديه ليه، كنعطيه غير بعض الأسماك، كنحاول دائما سمكة على الأقل نعطيها ليه. يعني كشاش لقيت صعوبة، وكيكون الأسماك بالبرادة كتار بزاف وما كنصيدهمش. أنا كما كتشوفوا يعني في آخر لحظة كتبت ليها سمكة البوريكيتي، واخا ما كانش الحجم ديالها كبير، المهم كان في حدود كيلو ولا كيلو شي حاجة، ولكن فرح بها الحمد لله. المهم في الأخير يعني حتى أنا فرحت بزاف من على الأقل صيدت عليه، يعني الإنسان ملي كيدخل البحر ويخرج ولا دخل في يده بعض السمكة كيفرح العائلة ديالو وكيفرح الوليدات. عربو البرادة سبحان الله العظيم في شي فيلو ولا صغلات مع هابط، قلت ما نضربوش حتى تكون شي كوربير ولا شي حاجة ولا شي دري شوية، راه قلنا لا ضرب الله تضرب الري، الحرام انا بغيت نضربو واش بغى يهرب، شيت عليه زقلتو، مشيت لحجرة أخرى تاني حداها ما لقيت فيها والو، ضربت واحد البورة واخا أنا عمري ما ضربت قدها كاع، شوف هادشي اللي كان واخا جا في الطاجين وما تبقاش به. أنا راه صبرية صغيرة ولكن تراك دول كبيرة. جمع الطيجين والخضيرة ياك. الله صحتك. تسالي يا خيدي اليوم تسالي لي الطاجين ديالي. المهم أنت راه أكثر من حاجة وحاجة راه تنزه ما شراش كاع. صحتي. شنو قلتي صحتي؟ واش كيقول لك اللي مشرق اللي مشريت نزه ياك نزات اش الشيء اليوم اميرو اميرو واحد الفرق ديال الداتي لا داتي شنو فين جالس انا كان دايز على ليستر ديال نتاع عادي وجهك لي ودير لك الحاضي وكو جاي من وراي والله الا دايز زيد نخرت بارك الله ما شاء الله عرفتي واحد الله صح كم واحد كم واحد شي 12 تبارك الله زيد واشنو شتي ثاني؟ وشت شي بورات ولكن قوي في ذات هذو الخراف اللي شاطو بقاو على الساسه تما المقلعات كنت مقلع والو مزرعه السعيده مزرعه ايوا شي تعداد فقط تشوف اللي في الحصيله هو هذا الله يجعل البركه هو الخير تبارك الله تبارك الله تبارك الله هذا اللي من النصيب ها هو فينا الله يجعل البركه الله يجعل البركه تبارك الله تبارك الله هذا الماكله ديال التلسيه ديال السيمانه تقطعوا ديروا بيسكاس ان شاء الله الله يسر الله يجعل البركه فيه كان شي حاجه من نصيبتي غدا ان شاء الله سير على ناس السعيد الله بينا شديتي الموقع ديالك ها الرئيس الرئيس مهدي لا سؤال شي مشكل قلبوا قال شي بول برادة الا كان من نصيب ان شاء الله نعم باقي 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 التيكي تاكا باقي الطاجين ديال الريس خصنا نقلبو نشوفو البراد ها نشوفو لا كاين شي كوربين نشوفو لا كاين شي ريعي المهم جابطات اللي واحد باقي لينا ولكن راه منهم للدار نيشان هادشي اللي كاين الله يسر يلاه على مولانا الله يسر